مشترك جديد يا أميرة؟ إيه عندنا مشترك جديد، هو أبو بنين عايش بالصالحية بدور السكك، متزوج وعنده 4 بنات وولد. هو يشتغل كبائع ملابس للأطفال، يعني إنه يدور بيهم. نعم. تعرف إنه يعني يوم أكو ويوم ما أكو، ويعني صعب إنه تعيش عائلة بهالحجم من إنه تبيع ملابس أطفال. فإحنا يعني رح نحاول نساعده ونعينه. خلينا نتعرف عليه بهالتقرير. خلينا نتعرف على أبو بني. منطقة كان يسكنها عمال السكك الحديد وسميت دور السكك. أبو عباس أسطى قديم في المهنة، عصرته الظروف وما زال يعصرها بأعمال تساعده على قوت يومه. أمنيته أن يعود أسطى حلويات ومعجنات، لأنها كما يقول مهنة من ذهب. احنا حاليا متواجدين اليوم بمنطقه الصالحيه دور السكك. مثل ما تعرفون نفتار وندور على العوائل اللي حتكون مستفيده ويانا من برنامجنا. الى ان توصلنا الى عائله ابو بنين. رمضان كريم عليك ابو بنين، ينعاد عليك بالصحه والسلامه. رمضان كريم، والله يتقبل الطاعات ويعود عليكم كل سنه وكل عام. الله يخليك يحفظك. الله ابو بنين، احنا مثل ما تعرف دقينا بابك بدون ما انت تدري. متوقع في اليوم الشرقي راح ادق بابك؟ لا ما متوقع هاي الجايه، والجاي طبعا اللي تشرفني. الله يخليك انت شرف. زين، ودقت بابك ايش تحس هسه؟ والله احمد الله وشكرا على كل حال ومفتخر بجيتكم. الله يخليك انت فخر. انا بس ارد اعرف يعني من عندك، انه قالوا لنا الناس انه انت يعني كنت شيء وهسه صرت شيء. انت ايش تشتغل هسه؟ والله انا اشتغل هاي المصلحه. نعم. ملابس بالكاظميه. نعم. لحد 11 12 يعني تبيع هاي الملابس تفتر بيها فار؟ افتر بيها. زين، هاي مو تعب مو حاره عليك؟ والله تفتر الصبح. والله هي اعتيادي، ماكو بيها مصلحه. ما بيها نطلع مصرف؟ لا ما نطلع مصرف. تطلع المصرف مال البيت 10 15 20 تطلع. زين، بس هاي مال الاطفال يعني قد تريد تجيب لك ربح مثلا؟ القطعه بيها 750 الف دينار. يعني اوكي، اليوم يمكن اليوم يعني هاي رزق ربك وبعت بس قطعه واحده، يعني 1000 دينار تعيش عائله تتوقع؟ ايش تسوي يوم يعني مثلا اكو عمل يوم ماكو عمل وعايشين على الله يساعدك. زين ابو بني، انت كم اولاد عندك الله يحفظهم؟ والله عندي هنا انا حاليا 4 بنات. نعم. وعندي بنيه مواليد 92 وعندي وليد مواليد 91. ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم. ابو بنين، زين قبل هاي الشغله يعني اكيد كنت تشتغل شيء قبل هاي الشغله؟ كنت تشتغل بالمعجنات والشرك والكعك. من شو كنت وانت يعني تشتغل بهم؟ تقريبا من سنه 74 75. نعم. الى ان سنه 83 دخلت العسكريه تركتها. ورا ما تركت سرحت ابن الجيش اتجهت لهاي المصلحه، اللي انتم عارفين ظرف الحصار والمصلحه شويه فتره صار بيها فتور، قمت اشتغل بيها هاي المصلحه. يعني انت بسبب انه صار اكو شويه ركود ما رجعت لها بعد العسكريه لمهنه المعجنات؟ ما رجعت لها. زين، تتذكر من اللي علمك على هاي المصلحه او وين؟ اتذكر الله يرحمه استاذي كان سيد طاهر بالصالحيه. نعم. افران معجنات الصالحيه هو اللي علمك عليه؟ هو اللي علمني من انا صغير. زين، بدايتها من تعلمت لقيت صعوبات حتى تعلمت عليها؟ والله هي ماكو هنا ما بيها صعوبات. نعم. بس هي المصلحه مصلحه انا اقول لك شويه نظيفه وسهله، يعني ابو 10 سنين بالعجل تعلمها. يعني هسه احنا نقدر نقول عليك انت وسطه مال المعجنات قديم. قديم. بس الظرف ما ساعدك حتى انه تكمل؟ ما ساعدني على مود اكمل اشتغل. زين، انت تعرف احنا يعني جايك احنا برنامج حار ومقسب. زين، انت تعرف احنا مثلا يعني جيتنا لك ايش راح تكون؟ تفتحت لنا ابوابك بدون ما تعرف السبب. لا والله ما اعرف هاي صراحه ما اعرف. طبعا اكيد راح اخليك شويه بعدين انا اقول لك احنا ليش جينا طرقنا بابك. بس اردك بالبدايه تعرفني على العائله الكريمه اللي قاعده هنا، شيء يكونون صله قرابتهم بيك. اهلا وسهلا بك. طبعا عندي اختي رضيعتي الكبيره. نعم. واهلي زوجتي
ونانين البنوتات بنين ومريم وفاطمه وإلاف وإلاف الجهنم عجيب الواقعه. الله يحفظ لك ياهم. خلوني انتقل احكي ويا الحجيه. السلام عليكم حجيه. رمضان كريم. السلام علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله. حجيه بدي اعرف منك شويه عن يعني ابو بنين عنده هاي القوه انه يشتغل هالشغله، يعني الله يعينه انه ده يطلع من الصبح لليل يفتر بالشارع بالكاظمية وغير الاماكن عمود ده يبيع له قطعه لو قطعتين. انت شلون ده تكونين وياه ده تساعدي، يعني اكو شيء ثاني تساعدي بي انت؟ لا والله انا احاول يعني بامور البيت شويه، يعني ما اصرف صرفيات وهاي، واكو امور نستغنى عنها، اكو امور يعني واجبه نسويها، يعني نقدر نقول ان انت تدبرين الامور هاي. ايه انا لازم البيت بايدي، انا لازم البيت كله بايدي، يعطيني اياه المصرف وانا اصرف. والله هالي اللي تجيبه ادبر يوم الموجود ادبر اليوم الما موجود هالشكل، يعني تحاولين تدبري الامور بكل الوسائل. زين يعني ما تشوفي انه تعب على هاي المهنه انه يفتر بالسوق وما تشوفي كبر على هالموضوع هذا؟ شو نسوي هاي ظروفنا بعد شو نسوي؟ يعني بس انه صار خلص في عمر انه يسمح انه ما عنده ذيك الطاقه والقوه حتى يفتر بالشمس وبالبرد وبالحر حتى يامن هاي العيشه. زين اذا قلنا لك انه احنا نريد نخليه غير مهنه ينتهن، راح توقفين وياه؟ طبعا طبعا اساعده، طبعا اساعده. حساعدي بشنو راح اساعدي؟ والله حتى لا اوقف وياه بالمشروع اللي راح تفتح لنا، ما مو عيب يعني المره تساعد اخوها. لا طبعا مو عيب. واني والمثل يقول اكبر منك يعرف اكثر منك. صحيح. اني اوقف وياه ظهره ان شاء الله. ان شاء الله. اقول لي ام بنين اللي قاعده يم ايلاف، ام بنين شلون يعني رمضان كريم؟ الجميع على ام بنين شلون يعني مدبره امورك؟ يعني انت ما شاء الله عندك اربع بنات الله يخليهم، بنين يعني اعمارهم بالمدارس. ويا دوب ابو بنين اللي دا يجيبه يعني يقول على كل دجاجه 1000 دينار او 750، شلون انت تقدرين توفرين الشغلات البنات المدارس وطلباتهم؟ يعني ما شاء الله بنات حديثات مو صغار. والله ادبرها شوي شوي من المصرف. يعني اذا تحاولين مثل ما يقول. احاول بين مصرفهم مال المدارس للملابس للطبيب من هنا. زين اذا مثلا وحده من بناتك الله يخليك ياهم حصلتك على موضوع معين انه انا اريد فلان شي فلان شي، او ابو بنين الله يعطيه الصحه والعافيه ما يعني هذا رزق بيد ربك ما باع قطعه، شلون راح تتصرفين بهالحاله؟ ما باع يعني ماكو، هذا رزق بيد الله ما نقدر نعترض عليه. لا احنا ما نعترض على اراده رب العالمين، بس هم متفاهمين يعني البنات متفاهمات وياي من اجل فاهمين الوضع. الشيء ماكو هذا الشيء موجود احنا ما عندهم شيء. ما عندهم ما عندهم. زين ابو بنين راح ارجع عليك. برنامج حار ومقسم اليوم انه حاب انه رجعك للماضي. هي. عندك استعداد هالقوة والشجاعة رجعك للماضي؟ والله اللي اتذكره اقوله واللي ما اتذكره ما اقدر. راح نرجعك على المهنة اللي انت حبيتها واللي انت اشتغلت بيها فترة من 73 قلت لي الى تقريبا 84 مو؟ 83 84 يعني اكيد هاي الفترة الطويلة اكيد انت بعدك من آسيا صح؟ صحيح. واحنا ما نريدك تنساها. لا ان شاء الله ما انساها. صحتك مساعدتك انه نعوف هاي الشغله ونرجع شغلتك القديمه؟ والله اتمنى ارجع لها يا المصلحه. تحب لها المصلحه؟ المصلحه حلوه ونظيفه قلت لك اياها بالبدايه، مصلحه حلوه ونظيفه وما بيها اذيه وما بيها فشي، مصلحه واحد يخدم بيها المجتمع بيها هاي الشغله. احنا نريدك ترجع، نرجعك للماضي هذا ورجعك للمهنه الاصيله هذه، لانه انا اظن انه انت بعد يعني كافي يعني صاحب عائله وتراعي بيت انه تفتر بالشمس وبالحر حتى تبيع لك دجداشه مال طفل او دجداشتين، هاي في حاله هو الرزق بيد رب العالمين في حاله اذا بعته وانت يعني صحتك يعني الله يخلي لك اياها، مو مال انه تظل تفتر بهذا الوضع. صحيح والله ما اقدر. برنامجنا اليوم حار ومقسم. نعم. حيجيب لك شغله صغيره. ان شاء الله انه نريدك ترجع، بس يا رب تكون يعني بعدك بعد ايديك محترفه المهنه. بعد اتوقع انه ايديك محترفه المهنه ان شاء الله، اللي اقدر عليه اللي افتهمه واتذكره ماكو اقدر اشتغل. والشغلات اللي ما تتذكرها راح تحاول تتعلمها؟ احاول اعيدها اتذكرها واتعلمها واسال جماعتي اللي بقد عمري اسالهم مثلا ما في شيء. هسه طلعت شغلات حديثه بهاي الشغله اكيد يعني. اي اكو شغلات حديثه. اكو شغلات راح تحاول تتعلم هاي الحداثه اللي موجوده هسه. اي اكو شغلات حديثه كليتها، اكو مثلا هسه اكو كتب موجوده بمتنبي تتعلم هاي الشغلات. يعني حتى الكتب راح تجيبها مثل ما معجناتي المعجنات. ابو بنين. نعم. برنامج حار ومقسم. بس طبعا مو رخيص، تعرف انت المثل، بس احنا مو رخيص، احنا نطبل غالي ان شاء الله. راح نجيب لك نعيدك لهاي الذكريات وهاي الحنين المهنه، راح نجيب لك معمل صغير
لهذه المهنه اللي انت بيها اللي هي الحلويات والمعجنات، حتى تشتغل بيها، تحطها بالبيت، تشتغل بيها، تعيش عائلتك، تلبي طلبات اولادك، وتعوفك من هاي الشغله المتعبه اللي لو تبيع لو ما تبيع. صحيح. عندك استعداد انه اذا جبنا لك اياها راح تشتغل راح تكمله؟ والله عندي استعداد، ليش ما عندي استعداد؟ عندي استعداد اشتغل بيها هاي المصلحه. يعني حترجع لها؟ ان شاء الله ارجع لها. شاهدنا أبو بنين اللي هو أحد الأشخاص أو أحد العراقيين اللي دار بهم الوقت وخلاهم يشتغلون شغلة هم لا بها ولا عليها. يعني هو كان قبل يشتغل بصناعة الحلويات والمعجنات، كان عنده معلومات يعني بوحدة، هو طلع صاحب صنعة بمجال المعجنات والكعك ويعني هذا كله، بس إنه من أيام السبعينات حتى. بس الأيام طبعا تعرفون الحالة، لازم يفوت مدخول بيته، ف خلته انه يشتغل كبائع ملابس، شغله ما الا عليه. اي اكيد، يعني مع الاسف. ان شاء الله احنا راح نقدر نفرحه، احنا ما نريد نقلب هذا المود. ان شاء الله احنا من خلال برنامجنا حار ومقسف راح نرجع له ونحقق له شيء بسيط من اللي هو كان يتمناه، انه يرجع الى صنعته ولا عمله الاصلي اللي هو صناعه الحلويات والمعجنات. طبعا هو طلع خبره بالموضوع ابو بنين، يعني ما يحتاج مود لا على معمل قريب عليه ولا ندربه ولا اي شيء، راسا راح نسلمه الفرن. هذه اللقطات اللي شاهدناها الأبو بنين هو دا يستلم الفرن، هذا مو تقرير اليوم، لكن راح نشاهد خلال الحلقة القادمة يوم يعني باكر إن شاء الله راح نشاهد أبو بنين هو قاعد يستلم الفرن. مثل ما قلنا رأساً راح نسلم الفرن، ما يحتاج نودي المعمل قريب عليه ولا يعلمه، لأنه هو أصلاً خبرة وأصطب هذه الشغلة يعني من زمان، من السبعينات يمكن. مثل ما قال أبو بنين إنه هو هذا كانت شغلته، لكن مع الأسف بسبب الظروف اللي صارت له هو خلتها يشتغل شغلة ثانية، اللي هو اللي يبيع بالملابس المستعملة. إن شاء الله يا أبو بنين راح ترجع شغلتك الأصلية اللي هي صناعة الحلويات والمعجنات، وتجيب لنا الحلويات وتوصل لنا للاستوديو. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إحنا هذا خلونا يعني تضرونا باكر وشوفونا على مود تشوفون يعني تكملة قصة أبو بنين. أكيد أكيد يا مينة. وهسه خليني أرجع أنوه على شيء بسيط، إنه الفيسبوك لمتابعة آخر الأخبار وبرامجنا اللي خاصة في رمضان لقناة الشرقية من خلال الفيسبوك، لمتابعة آخر الأخبار والبرامج الخاصة في رمضان لقناة الشرقية من خلال صفحتنا الجديدة على الفيسبوك اللي هي facebook.com/alsharqiya.channel، وصار مبين أسفل الشاشة اللينك مال الفيسبوك. إن شاء الله تقدرون تتابعونا من خلال الشاشة ومن خلال السوشيال ميديا على الفيسبوك. هسه ويا مينة ايش وصلنا؟ وصلنا للأخير، وصلنا إلى نهاية حلقتنا مشاهدينا.